رزق كبيلة كيف الحال؟ كبس شو هلا تخرجت؟ مبروك. هلا شو؟ هلا نوم وبلاي ستيشن ميك اب وتحشيش نيشن مع البي اف اف. بالله؟ طيب ما هي نفسها. اشتغلت هلا شو؟ تجوزت هلا شو؟ خلفت هلا شو؟ وكل الهلا شوز بالدنيا. وبعدين فضول الانسان للبكره غريب عجيب وجميل في نفس الوقت. منحب الضمانات يا اخي مش بايدنا. بس حياتك مو تفصيل بابا الا للي بخطط وبيشتغل. وحتى لما تخطط الخطه بتضلها تتعدل على طول للابد. المهم انك تضلك تضيف لجاهزيتك لبكره، سواء عندك فكره شو راح يصير، يعني خطه، او يو هاف نو كلو. كيف يعني؟ حلو، منيح سألت. دليل انك مركز وانا ماني قاعد عم بحكي مع حالي. شو كان الموضوع؟ ايه في ناس بتعرف شو بدها بالحياه، شو الحلم، شو البكره. جميل. كل سعيها وعملها هو تجهيز نفسها، تطوير نفسها لهذا الحلم. كفو. طيب في ناس اكثر ما عندهم فكره شو بدهم، شو الحلم وشو بكره، لسه ما اجتهم الهام. كمان جميل، ولكن شو بيعملوا؟ بينطروا ولا بيشتغلوا وبيتحركوا؟ وإذا اشتغلوا بيشتغلوا على شو؟ بيشتغلوا على تجهيز حالهم، التجهيز العام الجنرال، لأنه الجاهزية العامة أفضل من الضعف العام. بصير العقل مثله مثل العضلة، كثرة التمرين بتقوي بتشده وبترفع من جاهزية. أكيد تمرين كمال الأجسام يختلف عن تمارين اللياقة العامة، ولكن إلا ما يكون في نقاط ألف مشتركة بين هاي وبين هاي. صحيح أنت ما أنك عارفان إذا بدك كمال الأجسام ولا لياقة عامة، ولكن التمارين المشتركة بتخليك جاهز في اللحظة الحاسمة للانتقال من هنا إلى هناك، أحسن ما تكون شبه زيتونة مرتو لباباي وتبلش من الصفر لحظة اكتشافك لما تريد. هالسبعتين سنة الماضية اللي قضيتها في مرحلة وقاعة الانتظار استفدت منها في تجهيز نفسك بري مرحلة الاكتشاف. بعدنا بالعقل، وين سرحت يا أبو الشباب؟ يعني إذا طورت من شخصيتي، دربت الكاريزما، اطلعت على فنون لغة الحوار، لغة الجسد، السلوكيات النفسية، فنون التأثير، أساليب التسويق وغيرها ألف. بدك تقلي وتقنعني إنه ما راح يضيفوا لك ولا شيء؟ حتى لو كان البكرة تبعك شف، حتى لو كان الشغف تبعك تصير مدرس لغة إنجليزية بمدرسة صينية. خير الله. مين؟ نظافة تايم. كل إضافات العقل إلى فائدة، كل إنامة للعقل رح تدفع ثمنه غالي. وعد. ما بتعرف؟ جوجل، يوتيوب. بدل ما تختم لوغان بول وكي اس اي، تعرف على قبيلة بصندوق التعليقات، اكتبولي كيف بتجهزوا مخكن ليكون بكرة أحلى. خلي الفائدة تعمل.